السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. المره اللي فاتت يا سنه خمسة خدنا القلب، قلنا قبل كده ان كل حاجه في جسمك ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسمك، كل حاجه فيها لها اهميه. اي جهاز في جسمك له اهميه، ومن ضمن الاجهزه اللي خدناها الجهاز التنفسي اللي هو بيساعدك في التنفس. والتنفس اهميته انه بيديك طاقه تقدر تتحرك وتقوم وتشتغل. وكمان الجهاز الدوري اللي هو اصلا موضوع درسنا، وقلنا ان الجهاز الدوري ينقسم لثلاث حاجات، ينقسم الى اوعيه دمويه، ينقسم الى قلب، ينقسم الى دم. اتكلمنا المره اللي فاتت بس عن القلب، وقلنا ان قلب اي شخص بحجم قبضه يده، يعني حجم قلبك يختلف عن حجم قبضه والدتك، يختلف عن حجم قلب والدك، وهكذا. يبقى كل شخص حجم قلبه على قد قبضه ايديه. وقلنا قبل كده ان القلب بينقسم الى اذينان، اذين ايسر واذين ايمن، وبطينان، بطين ايسر وبطين ايمن. وقلت لك لما تيجي تقول دي ايديك اليمين ما تقولش ان ده اذين ايمن، لانك بالظبط كانك واقف قدام مرايه في حاجه عكسيه، يعني ده اذين تبقى دي ايديك اليمين يبقى دي اذين ايسر، طيب دي ايديك الشمال يبقى ده اذين ايمن، العكس، كانك بالظبط واقف قدام مرايه. وقلنا قبل كده ان موجود ما بين كل اذين وبطين صمام، والصمام ده يسمح بمرور الدم من الاذين للبطين، يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد بس، لكن ما يرجعش، ما يسمحش، بالعكس ما يرجعش، ما يسمحش ان الدم يرجع تاني. وقلنا قبل كده ان الموجود ما بين كل اذين وبطين موجود جدار عضلي عشان يمنع اختلاط الدم ما بين جانبي القلب. قلنا ان في الجزء الايسر او في اللي هو الجانب الايسر في دم مؤكسج، وفي الجانب الايمن في دم غير مؤكسج. دم مؤكسج اي انه حامل للاكسجين، ودم غير مؤكسج اي انه يحتوي على نسبه كبيره من ثاني اكسيد الكربون. خلاص، طيب النهارده بقى نتكلم باستفاضه عن الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه ثلاث حاجات: شرايين واورده وشعيرات دمويه. شرايين واورده وشعيرات دمويه. الشرايين لازم تعرف ان الجدر بتاعتها سميكه، سميكه كبيره، وكمان هتاخد معلومة ان هي مدفونة وسط العضلات. طيب ليه الجدر بتاعتها سميكة؟ الشرايين بتنقل الدم من قلبك لكل اجزاء جسمك، فوق وتحت ويمين وشمال وفوق كل ما تتخيل. يبقى الشرايين بتنقل الدم لمسافة طويلة، كل اجزاء جسمك بتودي لها الدم. يبقى الشرايين تاني الجدر بتاعتها سميكة. ممكن يقول لك اشمعنى ليه الجدر بتاعتها سميكة؟ لازم تعرف ان الجدر بتاعتها سميكة لانها بتنقل الدم من القلب الى جميع اجزاء جسمك، يعني مسافة طويلة، فلازم تكون قوية والجدر بتاعتها سميكة عشان تعرف تعمل كده. لازم تعرف كمان ان الشرايين مدفونة وسط عضلات الجسم، لان جرح في الشريان لا قدر الله بينطلق دم كتير ممكن يؤدي الى الوفاة، فعشان كده هي مدفونة وسط عضلات الجسم. خلاص، طيب بعد كده الأوردة. الأوردة متوسطة السمك. الأوردة متوسطة السمك. الأوردة بقى عكس الشرايين، هي بتنقل الدم من الجسم للقلب، عشان كده تلاقي ما أقولك متوسطة السمك. تاني، يبقى الشريان بياخد الدم من القلب لكل أجزاء الجسم، فعشان كده الجدار بتاعه سميك. أما الوريد متوسط السمك لأنه بينقل الدم من الجسم للقلب، عكس الشريان بياخد الدم من جسمك للقلب يوديه على القلب. تالت حاجة بقى، واللي هي الشعيرة الدموية. الشعيرة الدموية موجودة وسطهم، يعني هنقول بشكل تخيلي كده، ادي الشريان وادي الوريد وهي وسطهم، الشعيرة الدموية موجودة وسطهم. الشعيرة الدموية رقيقة الجدر. طب ايه وظيفة الشعيرة الدموية؟ بتسمح بمرور الغذاء المهضوم والاكسجين للخلايا، تسمح بمرور الغذاء اللي اتهضم خلاص والاكسجين للخلايا، وتسمح بمرور الفضلات. طيب انت دلوقتي بتقول ان هي تسمح بمرور الاكسجين والغذاء المهضوم للخلايا، طيب يعني خلاص وديت لهم، وبعد كده تاخد الفضلات، يبقى تسمح بمرور الفضلات من الخلايا، يقوم الفضلات جايه من الخلايا راحه للدم، يقوم الدم موديها على اجهزه الاخراج. تاني، يبقى انا عندي الشرايين زي ما قلنا هي رقيقه الجدر، وتسمح بمرور الغذاء المهضوم والاكسجين للخلايا. طب الخليه كانت وخلصت فضلات، فبتسمح بمرور الفضلات دي تروح على الدم، الدم ياخدها يوديها لاعضاء الاخراج او لاجهزه الاخراج. خلاص كده، بعد كده بس يعني هو ده اللي جابهولك. برضو مديك معلومه عشان تيسرها على نفسك، بيقول ان تتصل الشرايين بالبطينين، لان انت هتعرف بعد كده ان البطين او ان الدم
يوصل للبطين يقوم رايح في شريان معين. هتاخد ان في نوعين من الشرايين، شريان رئوي وشريان اورطه. فدي الدم اهو في البطين، يقوم الدم ماشي من البطين للشريان على طول، يبقى تتصل الشرايين بالبطينين، يبقى الدم بيكون موجود في البطين. احنا قلنا ان الصمام بينزل الدم من الاذين للبطين وما بيسمحش انه يرجع تاني للاذين. طب الدم بقى هيروح فين؟ هيقوم رايح على الشرايين، يبقى تتصل الشرايين بالبطينين، وتتصل الاورده بالاذينين. تتصل الاورده بالاذينين، ما نلخبطش. دلوقتي الدم نزل من الاذين للبطين والصمام مش هيخليه يرجع، يبقى الدم هيروح فين؟ هيروح للشرايين. لكن تتصل الأوردة بالأذينين، سواء كانت الأوردة الرئوية الأربعة أو الوردين الأكوافين العلوي والسفلي، بتتصل به الأذينين. كمان الشريان بيتفرع لفروع أصغر وأصغر، يعني حاجة كبيرة تحسها إنها عمالة تتفرع لفروع أصغر وأصغر 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 لحد ما توصل، بتسميها كمان يعني آدي الشريان، يتفرع لفروع أصغر وأصغر بنسميها الشريينات، أصغر فأصغر فأصغر لحد ما أوصل للشعيرات الدموية. خلاص كده؟ طيب. يبقى الشريان تاني بيتفرع لفروع اصغر، الفروع دي بنسميها شريينات، تنتهي هذه الشريينات بشعيرات دمويه. هو مش جايب لك اسمها، لكن انت تعرف ان الشريان كبير اهو، فهيتفرع لك لفروع اصغر، الفروع الاصغر دي بنقول اسمها شريينات، تنتهي هذه الفروع الصغيره بشعيرات دمويه، تنتهي هذه الفروع الصغيره الشريينات دي بشعيرات دمويه. بعد كده جايب لك علم ليه جدر الشعيرات الدموية رقيقة؟ نفس وظيفتها، هي ليه رقيقة؟ علشان تسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسجين للخلايا، وتسمح بمرور الفضلات من الخلايا للدم، يقوم الدم موديها لأعضاء الإخراج. يعني ما يقول لك ليه جدر الشعيرات الدموية رقيقة؟ عشان تأدي وظيفتها، اللي هي إيه بقى وظيفتها؟ اللي إحنا لسه قايلين. عارف إن طول الأوعية الدموية في جسمك 95,000 كيلومتر؟ طول الأوعية الدموية في جسمك 95,000 كيلومتر، يبقى جسمك بيحتوي على أوعية دموية طولها 95,000 كيلومتر. لو وضعت أحدها على امتداد الأخرى، لو حطيتهم على بعض كده هتلاقي طولهم 95,000 كيلومتر. أنا مش هديكوا الدم عشان الدم كمان، ده أنا ممكن كمان أقسم الدم على مرتين. هنكتفي بالأوعية الدموية وتراجع الجزئين اللي هو القلب والأوعية الدموية، وبإذن الله المرة الجاية ناخد الدم، وطبعا نحل بقى، نبتدي نحل الايه الاسئله. بس زي ما قلت لك ان انا ممكن اقسم لك كمان الدرس، يعني كمان على مرتين كمان، فيها مرتين كمان. والسلام عليكم ورحمه الله.